الله كبيرا تسبيحا كثيرا، رمضان كالهلال تهليلا، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن، رمضان يا رمضان شهر التوبة والقرآن. جمهورنا مسيناكم بالخير، مرحبا بكم مرة أخرى وما زلتم متواصلين معنا وضمن برنامج مساء البهية. اليوم الشيء أنا راني عارض، راهم عارضيني وراني جاي ضيف في نسكم عند من؟ عند فاتحة بالقاسم في برنامج العارضة. فاتحة بالقاسم مرحبا بك. السلام عليكم، إن شاء الله ربي يكون بخير. يسلمك. دونك اليوم انا اللي معروضه عندك. ايوا لا انا اللي معروض نورمالي في العرضه. ما جيتيش في رمضان، جيتي في حصتي. ايوا لا معليش بصح انت انا مين شفتك انت تفكرت العرضه. شكرا لك. يعطيك الصحه مرحبا بك. لاباس الحمد لله، والله شرفتينا بالحضور. شكرا لك على الاطلاله الباهيه، نورت لنا الاستوديو اليوم. طبعا نشكركم ايضا طبعا على هذه الاستضافه الجميله. شكرا لكم. ربي يخليك ربي يخليك. فتيحة العرضة هذه المرة راهي بقوة. أكيد. يعني والله غير ما شاء الله. ضيوفك يعني شفنا برك هكذاك شوية كما قالك مقتطفات من البرنامج، بصح دينا نظرة على البرنامج والبرنامج كي راح يكون بلاطو رائع، وزن ثقيل، فنانين. ولا كما قالك علاش؟ علاش الابداع والتالق؟ لانه راهي معها مبدعه متالقه نجمه في وسطها. شكرا لك ربي يخليك. شرفتينا بحضورك. يلا عارفين اكثر شكون هي فتيحه بالقاسم. دونك فتيحه بالقاسم يعني كما عودت دائما المشاهدين اللي يشوفوا فيا دائما عودتهم يعني نكون معاهم في كامل المناسبات، في كامل يعني الاعياد رمضان. يعني انا دائما نحب نكون يعني في هذه الحصص، يعني نحب ندير هذه الحصص. تحبي اللمة يعني تحبي نبغي اللمة يعني كيما تكون تلمي مع الجمهور. كاينه اللمة عارفه بلي كاينه فتيحه الله يبارك. والحمد لله يا ربي. طبعا راني في يعني في عامين مع القناه في نفس يعني المجال في نفس المسار. دائما يعني انا الاهتمام اكثر يعني نبغي في هذه المناسبات نبغي نروج لباسنا التقليدي اكثر. أكيد. نبغي نروج لعاداتنا وتقاليدنا اكثر، يعني هذا هو الشيء اللي نحب نديره. أكيد. وحتى يعني بعض الفنانين يعني اللي فوتوا معايا دائما يقولوا لي فتيحه صاي خلاص ولفناك، دائما تلعيط لنا دائما تلمينا. فوالا دونك هذه هي يعني الشيء اللي انا مهتمه به. الله يبارك فتيحه. يعني راكي العام اللي فات كنتي كذلك خليتي على الجمهور. أكيد. من خلال شاشة قناة الجزائر أنوان، وهذا المرة الإطلالة راح تكون قوية جدا. قلت لك برنامج العرضة، أعطينا بعض الأسماء الفنية اللي جالسة معك في البرنامج. يلا عطيني غير بعد، على بالي بلي فنانين بزاف جازوا معاك، عطيني برك بعد الاسماء الفنيه وما دابا الاخرين ما يزعفوش. يعني انا برك خصني غير واحد ولا زوج بالك نقول لكم شويه بعدك غير اللي راهم راحين يكونوا معنا في الحلقه الاولى مع سبور كام. اي معليش غير بعد طبعا في يعني اللي كانوا مشرفيني طبعا اللي نشكرهم طبعا من قناه الجزائر انون من هذا البلاطو، نقول لهم شكرا لكم طبعا على حضوركم معايا. كان معنا طبعا الشيخ ناني الله يبارك حوري بابا. فوالا دونك كان معايا رمزي 30 دونك هادو هما اللي راح يكونوا في الحلقات يعني الاولى. كان معايا ايضا زهو حمادي طبعا اللي نشكرهم ونقول لهم صحه رمضانكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. فيما يخص طبعا اللي حبيت نتكلم لك شويه على الحصه تاعي، الحصه تاعي يعني هذه العرضه الثانيه، يعني العام اللي فات ديجا كان كاين العرضه الاولى، هذا العام العرضه الثانيه. في العرضه تاع العام اللي فات كان فيها قاطو طعام بالكوكيز. العرضه نفسها انا العرضه تاعي يعني باش نعاود نتكلموا شويه على الحصه تاعنا. الحصه هذه يعني احنا درناها شويه مختلفه على الحصص اللي ربما احنا موالفين نشوفوها يعني السهرات التلفزيونيه، لانه الحصه تاعي هي سهره وسحور. يعني درت حاجه مختلفه شويه على الحصص اللي احنا نشوفوهم في رمضان، يعني نشوفوا سهره عاديه. لا انا دونك يعني الضيف تاعي راح يكون معايا في بلاطو في سهره، من بعد راح نروحوا ندوه لطابله من الجهه هذيك راح يكون فيها سحور. يعني راهم مش دي الناس حرصه ما كان لي نسحر. فوالا يعني انا ديما العرضه كيما قال لك عرضه عليها الفلان. يعني انا الضيف تاعي ما كنتش نقدر نخليه يروح هكاك بلا ما يتسحر. زعما يتسحر عادي ويروح. احنا زرجيني هكذاك الجزائريين نشوف 58 ولا ما كانش ضيف يدخل للدار ويخرج هكذاك. هذه هي واللي يجي عند فاتحه بيان سور شوف تسحر تاكل القاطو وتزيد تتسحر. الحاج شكون كيفك انا كريمه.
الله يبارك. الحمد لله هما من الحصة تاعنا كان فيها مواضيع يعني اجتماعية، يعني كنت في كل سهرة يعني عندي موضوع اللي نناقشه أنا والضيف نتاعي، يعني ما من المواضيع هذيك اللي عالجتها مواضيع اجتماعية مواضيع هادفة، يعني ما من المشاهد اللي راح يشوفها راح يستفاد منها. أنا نشوف نكملوها بقالة لجمهورنا وبعدها نروحوا نشوفوا الومضة الإشهارية لبرنامج العرضة اللي راح يكون مع الزميلة المبدعة والمتألقة فاتحة بالقاسم. أنا أقول لكم بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وهذه البقالة لكامل جمهور قناة الجزائر أن وأن نويت البقالة هي ما تنسوش تتابعوا برنامج العرضة. راح نشوفوا هذه الومضة الإشهارية وبعدها راجعين. الله كبيرا تسبيحا كثيرا، رمضان كالهلال تهليلا. العرضة مع فاتحة بالقاسم.